ونزلت العالم على الطريق كرمال شو؟ كرمال الدولار. دولار. والدولار بقد ايه؟ وهالقد. نحن اول شيء نزلنا عشان الدولار بخمسة آلاف، ما حدا مجبور مننا يدفع الدولار بخمسة آلاف. صراحة اليوم صار الدولار بخمسة آلاف وشي. سبعة آلاف اللي هي. شو الدولار سبعة؟ شو هالشعار؟ شو في شعار يا زلمة؟ ما بصير. قد ايه الدولار؟ تسعة. الدولار طلع بالمظاهرة. هو الدولار طلع، هو الدولار نزل على المظاهرة، الدولار 5000 طلع الدولار بالمظاهرة. مين بيزيد؟ 5000 الدولار. لا 5500. 5500. 6000. 7000 الدولار قرمت. طيب 9000. 9 دولار. دولار بتسعة. علقونا على دوة. تسعة معنا بتسعة. شيء ما زاد علني. والعالم كلها نازلة كرمال الدولار أو الجيك. وفي واحد قرر ما يطلع من الشارع إلا إذا انا الله ومين طلعني على بيتي هلا غير ما يصير دولار 1005. اوكي بلش عمر بالشارع. يعني بلش عمر، حرام ضلك نايم بالفلا انت، بلش عمر. 1005 ما بقى حنشوف. هيدي اورفار ام ار سي 1005 ماكسيموم. معمول دولار 1005 واعمل له لايك على الفيسبوك، اكثر من هيك ما حتشوفه بحياتك. هلا في عالم بدها تخاطب الدولار توجه له كلمه. طبعا بدها تحكي مع الدولار. الدولار غير الدولار. دودو النمنا. الدولار له كذا اسم، له دودو، دولار، كل واحد سعر، كل واحد سعر. أغلى شيء دودو. دودو ايه. دودو ما بتلاقيه وين. الدولار على فكرة الدولار 1005 بس بجوجل. عم تحكي الدولار هيدا تبع الـ OMT 3200. الدودو يعني بدنا نشتري دودو 4000. النانا 5000. النانا أغلى واحد. شوف بدي يوجه له كلام. كلمة للدولار، كلمة للدولار. بس روح للدولار. روح روح. طب الدولار عام شباب الشرطة الأمنية. جيد يا معربين علمي. هلا الدولار صاير 7000. نحن شو زربنا اذا الدولار خلي بامريكا وجاي يغلى عنا هون؟ شو بنعمل له؟ من اهم النظريات الاقتصاديه، اذا الدولار غلى بامريكا نحن شو ذنبنا يغلى عنا هون؟ هو الدولار بامريكا ما غلى، بس تعرف الدولار دولار بامريكا دولار دولار. بس خليني اقول لكم شغله، انه عامه مش الدولار اللي بيغلى، هي الليره بتنزل قيمتها. يعني هي الليره اللي عم تنزل قيمتها مش الدولار. ليره يعني الدولار هو الريفرنس كارنسي، الليره عم تنزل قيمتها. فيك ترجع تحضر هالحلقه من لهون وبس عبر ابلكيشن ال بي سي اي ساعه اللي بدك وين ما كنت.